الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. روى البخاري في صحيحه أن ابن عباس رضي الله عنه قال في قوله تعالى ويذكر الله في أيام معلومات هي أيام العشر. وروى البخاري في صحيحه أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. Allah.